Jadi soalnya boleh bertanya, bagaimana penjelasan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam enam waktu, sedangkan Allah mampu menciptakan apa sahaja dengan kita bantu upaya kuat. كيف أن الله سبحانه وتعالى يخلق هذه المخلوقات السماوات والأرض في ستة في ستة في ستة وقت أو في ستة أيام وكان الله سبحانه وتعالى يقدر على أن يخلق شيئا بقوله كن فيكون فيكون. قال الله تعالى في القرآن لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. يقدر الحق سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان في لحظة، يخرج من بطن أمي في لحظة، لكنها الله سبحانه وتعالى قضى وقدر أن الإنسان يكون في بطن أمه 9 شهور، يكون خلقه أول ما يبدأ خلقه نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم يكون عظاما، ثم يمشي فوق العظام اللحم، ثم يكونه الله خلقا آخر. هذا في خلق الله سبحانه وتعالى. الله ليس يعجزه شيء، قوله لأي شيء كن فيكون، لكنه سبحانه وتعالى له أن يكون الأمر في وقت مديد أو في وقت قريب، ذاك لله تبارك وتعالى. الحاصل أن لا نسأل عن تدبير الحق عز وجل فيما جعل الله سبحانه وتعالى في خلقه، أما نحن في تدبيرنا نحن مقيدين، نحن نختلف، أنك أنت تريد أمر لكن تقضي بالأمر هذا في تقدير الله، يمكن أنت أمر بتبديه في 5 دقائق أو في 10 دقائق تتوقف حتى لا تمضي إلا بعد يوم كامل، يأتيك عائق يمنعك، لكن الله تعالى لا يمنعه شيء، لكن سبحانه عز وجل له أن يقضي هذا في يوم أو في يومين أو في لحظة. المهم أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى أي أمر يريده يقضي سبحانه وتعالى، وليس له كفوا أحد، كما قال في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، أي معينا له سبحانه وتعالى، لا يتوقف أمره سبحانه وتعالى وخلقه على إعانة أحد أو شيء من الخلائق، إذا أراد شيء أقامه، لكن كذلك لا يعني ذلك أنه لا بد الأشياء كلها تكون في لحظة، فما أراد سبحانه وتعالى، له عز وجل أن يختار الأشياء بالأوقات التي أرادها في وقتها الذي يريد أن يبرزها سبحانه وتعالى. مراد إرادته سبحانه وتعالى، هو قادر لكن إرادته كذا تمضي إرادته، أراد أن يكون في كذا له الإرادة، كما أن له الحكم له القدرة عز وجل. في الله سبحانه وتعالى diciptakan manusia yang menurut ibunya selama 9 bulan adalah satu ciptaan yang telah mengajarkan kepada manusia sejumlah perkara yang luar biasa banyaknya. Ilmu yang Allah Ta'ala tanamkan di dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seorang manusia dengan perutnya itu tidak mampu dan tidak habis dikaji oleh seorang manusia tentang ciptaan tersebut. Maka berbagai hikmah terkandung dalam ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan satu pengkasan daripada Allah bahwa Allah tiada had, tiada batasan di dalam apa yang dilakukan olehnya Subhanahu Wa Ta'ala.